ميرسي بوك عليك. ان شاء الله مشوار بالنتائج الايجابيه ان شاء الله. أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، راحين اليوم نقدموا المدرب الجديد اللي راح يشرف على العريضة الفنية تاع وفاق القل حتى لنهاية الموسم، سي منصور عادل، مدرب ذو كفاءة كبيرة، شهادة عليا في التدريب، ما معروش على سي نورمال ما معروش هنا في الساحة الرياضية نتاعنا، بصح حنا كمسؤولين على الرياضة وعلى وفاق القل بيا بلوستاف ديريجون، احنا عندنا الثقه في المدربين هادو اللي عندهم الكفاءه اللي نعملوا معاهم ونلقاو روحنا بارتياحيه نبدلوا مجهودات احنا باش نطوروا كره القدم ونحسنوا المستوى نتاع الفريق نتاعنا. هذه النقطه الاساسيه اللي هنا اتفقنا على كل شيء على الكبيره والصغيره باش يكمل معنا. او ميم طون رانا احنا في مرحله في بوزيسيون اللي ما زلنا نلعبوا على الصعود بور كلاسي برومي، ومام طو يحسننا المستوى تاع الفريق. هذه نقطه، وهذا هو المشروع اللي جينا به احنا الوفاق القل اللي حاملينه الوفاق القل. ماذا بنا مدرب كيما هذا عنده كفاءه عنده شهاده كبيره، ماذا بنا نردوا الاعتبار للمدرسه القليه اللي تولي لازم تمول الفرق في الشرق الجزائري وعلى مستوى الوطن، وبوركوا با نوليو نخرجوا نخبه من الشباب نتاعنا اللي يمثلوا الرايه الجزائريه. هذا هو السبب اللي والشيء الكبير اللي عندنا في المشروع نتاعنا. وباذن الله كي نخلصوا الموسم طلعنا الله مرحبا وباقي معنا رايحين نزيدوا نتفقوا معاه نديروا مشروع على المدى الطويل، وكون ما نطلعوش بعدا رانا نزيدوا نديروا معاه النوتر كونترا بور يكون معنا في المشروع نتاعنا اللي حاملينه باش نطوروا المدرسه ونردوا لها السمعه نتاعها على مستوى الوطن. لا فارق هاوي بصح نمشي للدهنيه احترافيه وصح. بون شي قبل ما نحكوا على كيفاش كان الاتفاق مع اداره وفاق القل، ماذا بينا يقدم نفسه مدرب جديد للوفاق امام الجمهور الجزائري رغم انه عنده شهادات عليا في التدريب ولكن يبقى مجهول على الساحه الكرويه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مدرب عادل منصوري من مواليد 4 سبتمبر 1978 بباب الواد بالعاصمه، يعني كما نقولوا حنايا المنشا في بلديه الابيار، وين لعبنا الكره على مستوى الانديه المحليه هناك، بالاضافه الى يعني كما قلت لك كنت نتابع دراسات عليا، بعدها تنقلت الى اوروبا وين باشرت المهام تاعي كمدرب، وفي نفس الوقت كنت نقوم بالتكوين، تحصلت على شهاده بروفي سي على مستوى الفيدراليه البلجيكيه لكره القدم، من بعدها وصلنا الى بروفي بي، بعدها تحصلت على شهاده يوفا بي، بعد ذلك تحصلت على شهاده بروفي ا، وختمتها في 2014 بشهاده يوفا ا يعني على مستوى الأندية الأكابر. خدمنا في أندية في أوروبا على مستوى الشبان وعلى مستوى الأكابر، على مستوى الهواة وعلى مستوى المحترف. كانت عندنا تجربة في وين كان معايا في التكوين تاع المدربين لاعب سابق لفيورنتينا أليكس تاريبيلو، وين عرضني لإيطاليا وهو لاعب لفيورنتينا في وقت باتيستوتا وروي كوستا، يعني عرضني لإيطاليا وين تفاجأت يعني مع هو يعرف الإمكانيات تاعي مادام دار معايا التكوين، وين عرضوا علي المسير القائمين على الأكاديمية تاع جوفنتوس أني يعني نمثل الأكاديمية تاعهم في كامل الاتحاد الأوروبي، وين ناخذ مدربين خارجين من الجامعة من أكاديمية جوفنتوس ونأطرهم ونوضع لهم برنامج تكويني على مستوى عدة بلدان، بلجيكا، فرنسا، سويسرا، ألمانيا وحتى هولندا ولوكسمبورغ. بالتالي يعني فوتنا مرحله تاع التكوين كانت مليحه، ومن بعد ذلك يعني تحصلت على اليوفا ا، وين يعني رحت على الصنف الاكابر، خدمت في فريق في الدرجه الثانيه في بلجيكا سي اس في زي، جاي في لا بروفانس دو ليج،
وين يعني كان معايا في سنت الأوكانز، كان معايا مارك ويلموت المدرب الأول للمنتخب البلجيكي، كان مشرف على الفئة تاع أوكانز عندنا، وين كنت معاه في تواصل مستمر. ومن بعد ذلك يعني نزلت لليكسمبورغ، وين كان عندي عقد احترافي ثاني مع فريق في القسم الوطني الأول عندهم، وحكمنا يعني بعمل مليح. بعد ذلك يعني قررت الدخول إلى الجزائر. كما يقولوا احنا ما رانيش مدرب أجنبي، ما رانيش أنا نسمي روحي مدرب جزائري بكفاءة أوروبية. الحاجة اللي نقدروا نساعدوا بها في كرة القدم الجزائرية إن شاء الله نقدموها وما نبخلوا بوالو. كما يقولوا احنا المدربين الأجانب اللي راهم يجيوا عندهم خبرة، عندهم كفاءة، ولكن يعني التواصل مع الشاب الجزائري عنده طابع خاص، فبالتالي ممكن ما يقدروش يوصلوا الأفكار تاعهم كما لازم الحال. احنا الحمد لله كبرين في أحياء شعبية ونعرفوا العقلية تاع الشاب الجزائري في كامل التراب الوطني، ونقدموا له هذه الكفاءات في صيغة في قالب خاص، وين توصلوا لأنه اللاعب الجزائري مثل اللاعب الأوروبي مثل اللاعب أي لاعب عنده الحق أنه يتكون، عنده الحق أنه يتعلم، وعنده الحق أنه يلعب مليح، ولازم تكون عنده نفس الفرص كما أي لاعب. لأنه لو تأخذ لاعب جزائري في سن 7 سنوات ولاعب ألماني ولا أوروبي في سن 7 سنوات، الجزائري هو الأحسن. في 10 سنوات الجزائري هو الأحسن، في 16 سنة الألماني هو الأحسن. يعني كاين في 6 سنوات هذه كاين حاجة راحت لنا لازم نعود ونرجع لها، ولازم نتهلا في أولادنا. على كل حال البطولة الوطنية هذه احنا لعبنا فيها قبل ما نكونوا مدربين. كاين بعض الفرق اللي صعدت الأقسام العليا شي شرفها، لكن هذه الفرق هذه دات مكان تاع فرق اخرى. لما يعني تشوف يعني وفاق القل ولا عنابه ولا يعني قسنطينه ولا بسكره، يعني تلقاهم في قسم الهوات. لما تشوف الترتيب ولما تشوف الفرق الموجوده، يبقى نقول لك اسمح لي نقولها لك بالفرنسيه، يعني الشامبيونات تاعنا الى لا غول دي موبيليس برو ليغ 2 فوار 1. دونك بالتالي كاين فرق. انا واش نضمن للاداره، واش نضمن للجمهور، واش نضمن انه وفاق القل يعني منا ورايح ان شاء الله. من الصعب انك تربحوا بكره القدم، من الصعب انك تربحوا في الاطار الاخضر. الامور الاخرى هذه انا نقدر نقول كاين اداره واقفه على الفريق تحمي الفريق، كاين انصار عندهم مطالب، هذا امر شرعي وهذا من حقهم انهم يطلبوا. لكن المدرب، لأنه كاين حوار في الجزائر بزاف يعني على ناس حابة تخدم باسمها، ناس ماشي حابة الوجوه الجديدة، ناس المدرب نتائج، ما راهو لا ماضي لا اسم لا والو. القضية راهي في فوق أرضية الميدان والمدرب نتائج. المدربين لما يروحوا منا ولا منا ما نحوسوش وين لعب ولا اش عارف في عمره ولا وش قال ولا وش دار، المهم النتائج. وحنا إن شاء الله نتائج تبان فوق الأرضية الميدان، ومنه وطالع الفرق راح تصعب لها باش يفوزوا على وفاق القل. نعم، العودة تاعك إلى البطولة الوطنية كانت إلى فريق وفاق القل منتمي إلى درجة ثالثة قسم الوطني هواد، وش هو الشيء اللي حفزك أن ترجع إلى هذه المدينة ولا إلى هذا القسم بالذات؟ يعني الفوتبول الجيروا عنده نسبة كبيرة من المشكل تاع كرة القدم الجزائرية، لأنه فيه فرق تنشط في الدرجات العالية، وإنما عنده مشكل تاع بنية تحتية انفراستركتور، عنده مشكل تاع مراكز تكوين، عنده مشكل يعني المشاكل أمل تما. أنا إذا حبيت نخدم لازم نخرج من العاصمة. علاش؟ باش يكونوا عندي الإمكانيات، باش يكونوا عندي الامكانيات، ولو انه الدراهم ولا الجانب المادي راهو في العاصمه، لكن احنا دخلنا لهذه الرياضه هذه من باب احتراف، من باب العمل. ولكن ميم المؤهلات الاستراتيجيه ما كانش هنا في القل. لا لا، على الاقل عندك فريق اول يتدرب في ارضيه ميدان كامله وحده على الاقل، لانه اللاعب الجزائري يعني من ناحيه التقنيه موهبه من عند ربي، من ناحية البدنية تقدر تخدم معه، ولكن من ناحية التكتيكية لما تعطيني ربع ملعب ولا نصف ملعب يعني ما تقدرش تحسن اللاعب من ناحية التكتيكية. نعم، ذكرك لهذا يعني أنه منصور عادل تلقى اتصالات من فرق أخرى. ولا بد كانت كاينة اتصالات، كانت
يعني الناس كما يقول لك الحمد لله يعني شيء يشرف الكره الجزائريه انهم الناس يعني عارفين باللي مدرب شاب وطموح وعنده كفاءه وجاي يخدم في بلاده. يعني الناس تقربت مني وطلبت، ولكن كما قلت لك انا نحب نخدم في ظروف حسنه، في ظروف اللي تخلي العمل تعبان سواء على المستوى الاكابر ولا على مستوى الفئات الشبانيه. المهم العمل تاعي لازم يبان، فبالتالي يعني البنية التحتية والمرافق هذا كان عنصر أساسي باش في الخيار تاعي. زيد إلى ذلك يعني وفاق القل الإدارة اللي قايمة عليه يعني تتكلم نفس اللغة اللي نتكلمها أنا، أو أنا نتكلم نفس اللغة اللي تكلمها هي، وين إدارة قابلة أنها تخدم على المدى المتوسط والمدى البعيد. وأنا جايب أفكار في كرة القدم، جايب مشاريع اللي تتجسد على المستوى المتوسط والمستوى البعيد. نعم. هل عندك فكرة على فريق وفاق القل قبل ما تجي؟ طبيعة الحال عندي فكرة على فريق وفاق القل. عارف شعال مسجلين من هدف، عارف شعال متلقيين من هدف، عارف طريقة اللي تلقوا عليها الأهداف، عارف المناصب وين عندهم كوادر، عارف مناصب وين ناقصين اللاعبين. بطبيعة الحال لما تورث فريق في وسط البطولة راح يكون فيه نقاط سيئة ونقاط سلبية ونقاط إيجابية، لكن احنا ان شاء الله نعملوا باش نزيدوا في قوة النقاط الإيجابية ونحسنوا النقاط السلبية. نعم. هل هدف تسطير إدارة معك هدف السعود ما يكونش محرج بالنسبة لك؟ محرج بالنسبة اللي يخاف، احنا وفاق القل نعرفوها، ولما تطلب الصعود يعني نتكلموا يعني بطريقة عقلانية بلا ما نتكلموا على الجمهور. الجمهور راه يطالب بالصعود، هذا شيء كما قلنا في البداية شرعي، لكن يعني لو تجيب واحد يعني ما يفهم والو في الرياضيات وتقول له راك 4 نقاط على المركز الأول وقعد 33 نقطة في اللعب، يقول لك نطلع، يقول لك من حقي أني نطمع. وإحنا إن شاء الله نطمعوا، ولكن نطمعوا بعمل في العمق، مش نطمعوا بالهضرة برك. نعم. نقدر نختم الحديث تاعنا برسالة وجهها إلى الجمهور؟ نعم. بطبيعة الحال الجمهور عنده فريق اللي يعني هما أصلا الجمهور في بداية الموسم ما كانوش يتوقعوا المشوار تاع الكروي اللي قدموا الفريق تاعهم. أنا أقول للجمهور يوقف مع الفريق تاعه، والجمهور مركب أساسي وعنصر أساسي في التركيبة تاع وفاق القلوب تاع أي فريق. كما لازم إدارة قوية، كما لازم طاقم فني قوي، كما لازم لاعبين أقوياء، لازم جمهور باش كي يجتمعوا هاد الجميع تقدر تدير موسم كامل. بما توعدهم؟ نوعدهم أنه وفاق القل راح يلعب في كل مباراة من أجل الفوز، لأنه في كرة القدم الشيء الأساسي هو المقابلة المقبلة، ماشي اللي موراها وماشي اللي فاتت. وإحنا الفريق مر بفرحة مرحلة صعبة في هذه الخمس جولات الأخيرة، إحنا إن شاء الله نحاول نخرجوه من هذه الأزمة. هذا كهدف يعني كما قلوا إحنا سيتان أوبجيكتيف أنترميديار أن نخرجوا الفريق من هذه المرحلة هذه اللي راهو فيها، وإن شاء الله فيها خير. إن شاء الله.